السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير وفي أحسن حال. درس النهاردة إن شاء الله هنتعلم ازاي نعمل ديزاين شيبسي، وازاي نحطه على الموكب، وازاي نعمل له ديزاين من الصفر يعني. طبعا هيكون في دمج هيعجبكم بإذن الله، وإن شاء الله الدرس يكون بسيط جدا ويكون بكواليتي عالية في أقل وقت. عشان مطولش عليكم، لو انت اول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، وهستني الكومنت طبعا، ويلا بينا نبدأ. دي الصور اللي هنشتغل عليها. فأول حاجة هعملها هاخد الصورة دي، تمام، هصغر بس حجمها شوية عشان متبقاش تقيلة معايا، هكبر عرض الديزاين شوية بالشكل ده، تمام، وهكبر كمان الجزء ده كده، اجيبه على الجنب شوية. هرجع للصور، هاخد صورة الأرضية أو النجيلة اللي هي دي، هنزلها تحت بالشكل ده، هبدأ أظبط الموضوع بالشكل ده، تمام، وهستغنى عن الجزء اللي فوق بتاع السماء بالشكل ده، هعمل راسترايز وهحذف، تمام. طيب الجزء اللي تحت ده انا محتاج اطوله او اكمله، فطبعا لو خدت كوبي هيبان ان انا واخد كوبي جدا يعني، فهرجع للصور وهاخد الارضية اللي هي دي، تمام. اول حاجة بس الاول هبدأ امسح الجزء اللي فوق ده، استرايز، هطول شوية الموضوع كده، تمام، وممكن البرايتنس وهعلم هنا كده وهقلل، تمام، وهعمل ميرج وهجيب الاستيكة الخفيفة خالص وهبدأ امسح بالراحة كده الجزء الحاد اللي فوق، تمام. ممكن نشوف مثلا برش تكون يعني من الحاجات اللي هي اللي فيها شراشيب يعني وكده، عشان متبقاش ان هي سايحة، بس ما علينا ما علينا، خلينا نمسح بالراحة كده، تمام. محتاج كمان اقلل او اضلمها شوية بالشكل ده، تمام، هطلع دي فوق شوية زي الفل. طيب خلينا اخد من نفس الارضية اللي فوق، انا بس محتاج افتح الجزء اللي فوق ده شوية، فممكن اعمل لير وادخلها جواها، وهجيب البرش البيضة، ماشي شغال، ممكن اعمل كده، وبعد كده اشوف هنا ايه اللي ممكن يظبط شوية. السوفت لايت شغال بس زي الفل، تمام. هاخد نفس الارضية اللي ورا، هاخد الجزء اللي تحت منه كوبي، طلعه فوق، هبدأ انزل بيه تحت بالشكل ده، ممكن اكبره شوية على اساس انه قريب يعني، فالجزء اللي تحت ده يبقى واضح لي قوي، وبالاستيكة برضو هبدأ احذف خفيف كده بالشكل ده، هطلع بفوق شوية الجزء ده، تمام. احنا كده كده ممكن ما نحتاجش اللايت اللي احنا عملناه، لان احنا المفروض هنوقف الشيبسي في الجزء المظلم ده، فهو كده كده يبقى في شادو يعني، تمام. انا كده ظبطت الجزء اللي في النص ده، ممكن نمسحه كمان من هنا كده، معلش هي تفاصيل صغيرة لكن تفرق والله يعني، تكون محتاجة تركيز يعني، معلش. فزي الفل، خلينا نرجع نشوف السما اللي هنشتغل عليها اللي هي دي، هنزلها تحت خالص، هكبر كده
هبين الجزء اللي على اليمين ده. انا محتاج اول السماء يكون ظاهر معايا شويه، فهبين اللايت بتاع الشمس الموجود ده بس كده. طيب الجزء اللي على الشمال ده انا محتاج اغمقه، فهجيب البرايتنس وهدخلها جواه بالشكل ده، وهقلل خالص بالشكل ده. ممكن واحدة كمان اهو. تمام. طيب ركزوا معايا، انا كده خلاص الارضية زي الفل، هعمل ميرج كل الكلام ده، وهعمل لاير جديدة وهدخلها جوه الارضية بكنترول الت جي، وهجيب البراش السودا وهبدأ هقلل بس الفلو شوية. هاجي عند اول الارضية من هنا كده وهبدأ ادوس عشان اعمل شادو للمبنى والجزء اللي انا حاطه على الشمال ده. تمام. ممكن اعمل لاير تانية وادخلها جواها برضو وهقلل الفلو 9 مثلا، وهبدأ اشد كده الشادو لقدام شوية. طبعا انا مش عايز يكون تقيل قوي عشان ما يسودش معايا الدنيا. طيب تالت خطوة او رابع خطوة هنعملها، هنقف على الجزء ده، هطلع فوق اعمل لاير جديدة، هدوس كنترول الت جي عشان ادخله جواها، هجيب البراش هقلل السايز، وهاخد درجة من الدرجات اللي هي مدية على البرتقالي شوية، وهبدأ ركزوا معايا، هبدأ بالراحة كده هعلي بس الفلو شوية، هعمل لايت يكون خفيف قوي هنا كده. طبعا احنا هنقلل الاوبسيتي دلوقتي لانه كده مفروض زيادة يعني. تمام. هعمل سكرين وركزوا معايا، ادوس كليك يمين وهطلع فوق خالص، وهاجي عند الباور اللي تحت ده هدوس الت وهسحب كده، شايفين بيعمل معايا ايه، وهقول له اوكي. هعمل لاير كمان وهدخلها برضو جوه، بس المرة دي هقلل الفلو خالص، هجيبه سكرين اكبر السايز، وهبدأ اوسع اللايت شوية لجوه. تمام. وهعمل كمان لايت في الحتت دي، ونفس الموضوع في الحتت دي، وبرضو هعمل نفس الموضوع هنا كده. تمام. نفس الموضوع في آخر جزء. طبعا هيكون في مشاكل ظهرت معانا، خلينا بس الاول نعمل نفس الخطوة ده، هي دي. اوكي. هبدأ اجيب الاستيكة واحذف بالراحة الاجزاء اللي انا شايف ان هي اوفر او فيها زيادة. عندنا مثلا الجزء ده محتاج يقل شوية اهو. تمام. هي مجرد حاجة بسيطة جدا جدا. طيب هنقف عند الأرضية وهبدأ أعمل ساتوريشن، وهدخل اللي أنا هعمله ده جوه بالشكل ده، وهعلم هنا كده هيغير لي اللون، هبدأ أظبط اللون على نفس لون السما شوية. تمام. خلينا احاول كده، لو جبت الاستيكة مثلا اهي وهقلل الفلو وامسح هنا كده من النص، انا بس عايز ايه اخلي الجزء اللي في النص ده يكون واخد لون الاخضر شوية صغيرين. تمام زي الفل. خلينا ارجع وهنعمل الكيس بتاع الشيبسي، هنعمل الديزاين بتاعه، فهبدأ افتح مقاس جديد اي مقاس مثلا. اوكي. هبدأ اظبط شكل الديزاين مثلا بالعرض او الطول ده،
وهبدأ أجيب السوليد كولر مثلا، هخلي اللون الأزرق شوية. تمام، هعمل لاير تانية، هجيب البروش ألت من الدرجة اللي هي في النص دي كده، وهعلي الدرجة دي بالشكل ده، ممكن أقللها شوية، ممكن أعمل ميرج الاتنين مع بعض كمان، كنترول يو، وأبدأ إيه أشوف الدرجة اللي أنا حابب أشتغل عليها، هقول له أوكي. خلينا نرجع نجيب طبق الشيبسي بالشكل ده، هعمل كونفيرت عشان الدنيا ما تبكسلش مني. كمان الجزء اللي تحت ده ممكن احذفه وهعمل غيره. تمام، هجيب البرايتنس كده وهدوس كنترول الت جي، وهبدأ اقلل او اظبط. تمام، طيب هاجي عند الجزء اللي هو ده، هو معايا بي اس دي اهو، هشده كده بالشكل ده، هبدأ اظبطه فوق في نص الديزاين. وهرجع اجيب اللوجو، هطلع بفوق وهبدأ أظبطه على الجزء ده. تمام، هقرب كده وهاجي عند الجزء اللي ورا ده، هجيب الماجيك وهدوس كليك على شكل الزخرفة الموجود، هعمل راسترايز، كليك يمين، لير فيا كات عشان خاطر أدوس كنترول يو وأغير اللون يعني بالشكل ده، ممكن أقلل لبست شوية زي الفل. طيب الحاجة اللي بعدها، احنا هنجيب الطماطم تمام، هعكس الطماطم جنب التاني بالشكل ده، اكبر كده، هجيب المدفع، طبعا ده المدفع كنا مستخدمينه في الدروس، درس من الدروس اللي فاتت يعني، هياخده زي ما هو كده. طبعا الحاجات اللي فيه دي هتلاقوها انا شرحها ازاي تتعمل في الدرس اللي فات، واخليه ورا الطبق بالشكل ده، هعمل له جروب بكنترول جي، طماطم كمان هبدأ اظبط كده الموضوع. تمام، البلية اللي طالعة يعني ممكن انت تاخدها، ممكن نشيلها، هي دي ماشي، هنظهرها. طيب هاجي عند الطبق، تمام، ممكن اقص في بس هنا جزء محذوف اهو، هكمله بالشكل ده. اهو تمام، وهجيب البين تول، هقص الجزء الابيض فقط، وهدوس كنترول جي من الكيبورد عشان اخد كوبي، وهعمل لاير جديده وكنترول الت جي عشان ادخلها جوه. هجيب البرش اللون الرصاصي شويه، وهبدأ اخد شرطه هنا كده وشرطه هنا كده، وهقلل الاوبسيتي شويه بالشكل ده، وهعمل ميرج ده بس عشان خاطر يديني شكل لمعه كده. فهبدا اجيب البرايتنس كده اهو، بس كده تمام. طيب الطبق هعمله ميرج كله خلاص، هاخد كوبي منه وهاجي عند اللي تحت، هشده بالشكل ده من فوق لتحت بالشكل ده، وكنترول يو، وهقلل كده تالت باور اخليه اسود، وهاجي عند فلتر ونشوف مثلا البلور بالشكل ده. هبدأ اجيب الاستيكة وخفيفا كده هبدأ امسح الجزء اللي تحت ده، فهيديني الشادو المظبوط قوي ده. طب هو الشادو انا عامله لهنا ليه يعني، نازل اللي تحت ليه؟ عشان انا المفروض هعمل لايت
ابيض في الجزء اللي ورا الطبق بالشكل ده، فاصبح معايا الشادو هيكون نازل لتحت بالشكل. طيب هعمل نفس الموضوع، خليني اخد نفس الشادو بتاع الطبق هستخدمه للطماطم مفيش مشكلة، لو عايز تعمل انت شادو جديد براحتك في الاخر، بس عشان وقت الفيديو هيديني نفس النتيجة مش هيقول لأ. طبعا مفيش فراغات ما بينهم، فانا مش ايه مش هخلي اللايت يبقى موجود. طيب ركزوا معايا، هاجي عند الطماطم كده وهعمل لير وهدخلها جواه، وهجيب البراش سودا وهبدأ اغمق الجزء بتاع الطماطم اللي تحت ده بس خفيف، يعني هقلل الفلو بالشكل ده. كمان ممكن انزل تحت الطماطم هعمل لاير جديدة وهبدأ ادي شادو شوية الحتت دي عشان الموضوع يبقى ايه كويس يعني. تمام هرجع كده هجيب كلمة رمضان احطها في الجزء ده، كنترول يو اخليها لونها ابيض. تمام كده مش معانا حاجة تانية، خلينا نظبط الالوان شوية الكالر بالانس مثلا. تمام جميل جدا، احط هنا بس طعم الطماطم. زي الفل هنخليها الجنب التاني. تمام طيب خليني هعمل كل الكلام ده ميرج بالشكل ده، وهرجع كده هجيب الموكب بتاع الكيس. تمام وهرجع هجيب الديزاين بتاعي فوق، لو قلنا خلاص ميرج اهو، هاخد الديزاين معايا هعمل له كونفرت وهبدا اصغر شويه وهنزله تحت هنا كده، وهدوس هو من غير ما ادوس كنترول الت جي هو دخله لي جوه الموكب بالشكل ده. هبدا اجيب كنترول تي واجيب الورب وهبدا اظبط كيس بالشكل ده. طبعا يعني تعوج فيه بقى وتموج فيه انت بالشكل ده عشان خاطر يبان ان هو واقعي يعني، بس طبعا تحاول تحافظ على الجزء بتاع الطبق ما يكونش بايظ قوي. وندوس اوكي. تمام هبدا اخد كل الكلام ده هعمله ميرج وهبدا اخده معايا على الديزاين بتاعنا هنا كده، هعمل كونفرت عشان البكسلة وهكبر كيس قوي بالشكل ده، وهبدأ اعمل منه كوبي وهصغره اهو، وهبين سنة فراغ في النص تمام وامس لا هنا برضو في فراغ هعمله اهو، وهمسك الاتنين كده هنزلهم مسطرة مع بعض. تمام يبقى التلاتة وابدأ اظبط الشكل. طيب خلينا نمسك التلاتة مع بعض تاني اهو، وهدوس الت كده وهسحب عشان اخد كوبي، وهدوس كنترول اي عشان اعمل ميرج هنزله تحت تحت خالص اهو، وهشد بالشيفت كده كل الكلام ده اهو، هبدأ اظبط عشان الشادو كنترول يو وهسود الشادو بالشكل ده. هاجي عند البلور
واشوف كده. تمام، هجيب الاستيكه اكبر السايز وهبدا امسح الجزء اللي تحت بالشكل ده. تمام، هحاول اقلل الوسط شويه زي الفل. حاجه عند الجزء بتاع الشيبس هات كلها، او ممكن اخد كل واحد لوحده، هقف على الكبير ده، هعمل لاير جديده هدخلها جواه، هجيب البراش السودا عشان نعمل نفس الخطوه، هنغمق شويه شكل الكيس من تحت بالشكل ده، وهاجي عند اللي بعده نفس الخطوه، اللي بعده نفس الخطوه زي الفل. محتاجه اتقل الشادو شويه من تحت الكيس نفسه، هعمل لاير جديده اهو عشان يبان الدمج اكتر يعني زي الفل. طيب هنرجع ونشوف كده معانا اي صور تانية. لا مش معانا صور تانية. طيب هاجي فوق خالص وهعمل لاير جديدة، هجيب البراش واجيب مثلا الهلال اللي هو ده، اخلي لونه ابيض، هعلي الفلو وهدي هنا كده شكل الهلال. طيب حاجة عند السما، هعمل لاير جديدة وهجيب مثلا نفس الدرجة بتاعت السكاي دي وهقللها، وهو ممكن اسود الموضوع ده شوية، فهعمل كده. تمام، وممكن هنا هشوف مثلا ايه اللي ممكن يظبط معايا شوية. السوفت لايت كويسة، هجيب الاستيكة وهمسح الجزء اللي تحت ده زي الفل. طيب زي ما انا كده فوق هنا كده هعمل لاير جديدة، هجيب البراش اللي هي مثلا بتاعت شبه السموك شوية، وهبدأ كليكات، خلي بس لونها ابيض، كليكات هنا كده على اساس ان انا اعمل زي شكل سموك كده يكون خفيف، وهاجي عند صورة الارضية كده هطلع فوق شوية، هعمل لاير هدخلها جوه براش، وهدي لايت في الجزء اللي فوق، هقلل الاوبست شوية، استيكا هبدأ امسح كده من تحت على اساس ان الجزء ده يبقى منور بس. تمام، هطلع فوق خالص وهبدأ اظبط بقى الالوان، هاجي مثلا عند الكالر بالانس، هبدأ العب في البورات دي بالشكل ده، هاجي عند الكيرفز مثلا الازرق، هطلع بالجزء ده شوية تيل جري، تمام برايتنس تمام زي الفل. هبدأ اعمل كل الليارات كده معايا سيلكت عليها، وممكن اكبر على اساس ان انا اخلي التمركز يكون اكتر على المنتج او على الشيبس الموجود مش على الجزء اللي على اليمين بالشكل ده، او انت حابب تخليه براحتك. تمام، كمان الجزء اللي على الشمال خالص ده محتاج يتغمق شوية بالشكل ده وبس كده. يا رب يكون الدرس عجبكم، ويا رب ان شاء الله يكون باستفادة تامة. مستني رأيكم في الكومنتات، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.